أعمالهما في الدنيا كانت على نسق واحد، اثنينهم يصلون صلاة الليل، اثنينهم ملتزمين بالفرائض بالنوافل في درجة واحدة في الدنيا. ولكن وإذا بأحدهما الله تعالى يعطيه درجة في الجنة والثاني الله يعطيه درجة أعلى، وفي بالي أنه في الرواية بين الدرجة والدرجة كما ينظر أحدنا إلى النجمة في السماء، هالشكل التفاوت في الدرجات. هذا اللي في الدرجة الدنيا يقول لله تعالى: يا الله لماذا هذا التفضيل؟ إحنا عملنا في الدنيا كان واحدا. الله تعالى يقول له: لأنه سألني ولم تسألني.